صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وزي ما احنا متعودين دايما بنروح نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، ونبدأ جولتنا من القاهرة وبالتحديد من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق لحد منطقة وسط البلد. لو خدنا طريق شارع الجيش هنلاحظ ان هناك في كثافات نسبيه لحد شارع بورسعيد، شويه بشويه الطريق هتقل فيه الكثافات وهتفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقه الظاهر. هناك بعض الكثافات المروريه المتقطعه والممتده لحد الشوارع المؤديه لشارع رمسيس اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مروريه واصله وممتده معانا لحد مسجد النور في العباسيه. نمشي على طريق كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه نسبيه للسيارات امام اللي جاي من الجيزه وفي اتجاه مناطق وسط البلد، وفي كثافات تانية في الاتجاه العكسي. نفس الموضوع للي جاي من ميدان التحرير ورايح لمدينه نصر ومحور النصر. اما نفق الازهر بيشهد ظهور تباطؤ بسيط في حركه المرور للي جاي من صلاح سالم ومتجه لميدان الاوبرا او العكس. خلونا نكمل جولتنا في شوارع الجيزة، في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان. ولو رحنا قريب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري الفيصل لحد شارع التحرير هنلاقي هناك كثافات مرورية نسبية. كمان في كثافات تانية ظهرت على كوبري الجامعة، لو رحنا كمان لمحور صفت بيشهد كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. في اسماعيليه هنلاحظ ان طريق عثمان احمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعه والاستاد ومجمع المحاكم في سيوله مروريه ما عدا بعض الكثافات المتحركه واللي ما بتاثرش ابدا على حركه سير السيارات. اما المتجه لبورسعيد في سيوله مروريه في طريق الاسماعيليه بورسعيد. هنلاقي كمان في سيوله مروريه كبيره وخاصه على الطريق الدائري حوالين مدينه الاسماعيليه. في محافظة سوهاج هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ونمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية. في بعض الكثافات المرورية على نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة، وفي كمان كثافات نسبية وكثافات نسبية على طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية إنما بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال وجنوب الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 30 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 37 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في السلوم 25 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.